متابعينا أسعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تبدأ المملكة تتأثر برياح غربية رطبة باردة نسبيا قادمة من البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام والمملكة، تتكاثر على إثر هذه الغيوم الرطبة غيوم منخفضة ومتوسطة الارتفاع، وتكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى. توقعات الجوية للعاصمة عمان نهار اليوم، يسود طقس غالبا غائم بغيوم منخفضة ومتوسطة الارتفاع، 13 درجة مئوية الملموسة، 12 رطوبة مرتفعة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية. كما ذكرنا رياح غربية باردة نسبيا ورطبة تعمل على تكاثر كميات من الغيوم، تعطل زخات من الأمطار في عموم المناطق. المفرق 15 إلى 6، إربد 15 إلى 7، نفس الأجواء في جرش وعجلون 13 إلى 6 درجات مئوية. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، البلقاء فرصة زخات من الأمطار 13 إلى 7، الزرقاء 16 إلى 7، عمان 13 إلى 3، مأدبة 14 إلى 6، والبحمية 22 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 13 إلى 6، نفس الأجواء في الطفيلة، الشوبك 10 إلى 3، معان 14 إلى 2، والعقبة 24 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 18 إلى 7، الصفاوي 17 إلى 6، ورويش 19 إلى 6، مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد، نتمنى للجميع وإلى اللقاء.